البدايات الموفقة تحتاج إلى التحضير الجيد والتدريب الصحيح، ومنها انطلقت دورة إعلامية في غرفة تجارة حلب بتنظيم معهد الإعداد الإعلامي عبر طقوس جميلة وابتكارات حديثة في عالم التقديم التلفزيوني. الهدف من الدورة تنمية المهارات الإعلامية لدى جيل الشباب بطريقة أكاديمية، وياخذوا شهادات موثقة من وزارة الإعلام. الشهادة ممكن يقدموا فيها على أي مسابقة حتى قابل للتقديم خارج البلد. خبرة الكبار مع رغبة الصغار تندمج ونطلع بفريق عمل جيد، فهذا دورنا ونحن مستمرين بهذا المجال. وتنوعت المحاور بين تقديم نشرات الأخبار وإعداد وتقديم البرامج وطريقة صياغة السؤال. ب25 ساعة لا تستطيع أبدا أن تنجز مشروعا إعلاميا كبيرا، أو على الأقل أن تكون مقدما لبرامج، ولكن هي خطوة مهمة جدا للتعرف على المعايير التي ممكن أن تكون. أنا دائما أقول للمتدربين أن تكون مقدمة برامج أو أن تكون مذيعا هو ليس الحلم الأخير، فلديك أيضا أحلام أخرى في الإعلام. ممكن أن تتدرب في مجال الإعداد وهو مهم جدا، في مجال الإخراج، في مجال المراسلة الميدانية، أيضا التصوير وأمور أخرى، صحفي، كيف تكون صحفيا. عندي شغف كبير بالدخول للمجال الإعلامي. الدورة كانت حقيقة جدا مهمة، دخلنا بالجانب العملي فورا. التجأت لهي الدورة لسبب رئيسي، اللي هو مشان تقوية الأداء وتقوية مخارج الحروف. كناشط صحفي الكتابة شيء على الورق والأعداد التلفزيوني شيء آخر تماما أمام الكاميرا. أنا كصانع محتوى على السوشيال ميديا جيت حتى أسقل موهبتي بشكل أكاديمي. وتضمنت الدورة نحو 20 مشاركا بإشراف المدربة هناء الصالح وفق قواعد صحيحة تتناسب مع كافة المستويات. التحرير الصحفي وفن الإلقاء والتواصل أمام الكاميرا أهم محاور الدورة الإعلامية التي تسهم في تنمية جيل الشباب. وليد هنائي، الإخبارية السورية، حلب.